بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم على الشهداء وأرواحهم الذين سقطوا دفاعا عن طرابلس وعن أهلهم وعن الحرية وعن الديمقراطية، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في هذه المعارك. وأعبر عن عميق ألم للشباب الليبيين الذين تم التغرير بهم ودفعهم باتجاه طرابلس وقتلوا في هذه المعارك. نعبر عن عميق ألمنا بهذا الجلل وهذا الحدث. وزارة الداخلية مهامها الآن يعني عليها مسؤوليات كبيرة جدا، ليست مسؤوليات أمنية ولكن عليها أيضا مسؤوليات في الدفاع عن طرابلس، وكذلك تأمين المناطق التي تم تحريرها من القوات الغازية. وزارة الداخلية مهتمة أيضا برفع الروح المعنوية للمدافعين عن طرابلس والمقاتلين عن طرابلس. وزارة الداخلية تؤمن بعض الاحتياجات للمقاتلين والمدافعين على طرابلس، سواء كانت أغذية أو إعاشة أو أي مواد تستطيع في متناول يد وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تعمل خلال 24 ساعة لتقديم المساعدة للمواطن وتأمين المواطن، وكذلك للقيام بدورها في الدفاع عن طرابلس، وسوف نستمر في دورنا هذا. وزارة الداخلية أيضا من مهامها الأخرى اللي هي تأمين خارج مدينة طرابلس وتأمين المدن التي تصل لمدى بعيد جدا، مثلا عندنا في مدن الجبل الغربي وكذلك مدن المنطقة الوسطى، فكل هذه من مهام وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية لها دور مهم في الحكومة ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية بسبب ظروف هذه الحرب. وعلى وزارة الداخلية أيضا مهام أخرى في اتصال جانب من جوانب بالمجتمع الدولي وإيضاح الصورة الكاملة، وكذلك في مكافحة الإرهاب. لدينا أيضا اتصالات دولية ومستمرين في الجهات التي كانت تتعاون معنا من قبل، ومستمرين في التعاون في تبادل المعلومات الأمنية، ولكن فقط مع الدول التي نثق فيها ونعرف حقيقة أنها تكافح الإرهاب، ولكن مع الدول المشكوك فيها فأوقفنا تعاملنا مع هذه الدول. بالنسبة للوضع الأمني، نحب نطمن مواطنينا أن الوضع الأمني ممتاز. جميع مكونات وزارة الداخلية تعمل مع بعضها البعض، كوننا غرف، الغرف هذه لتنظيم العمل الأمني، كذلك تم تنظيم العمل الأمني وتنسيق أيضا حتى مع الأمن الداخلي والمخابرات والاستخبارات العسكرية. مديرية أمن طرابلس تشتغل أو تعمل 24 ساعة، مراكزها مفتوحة، تسهل للمواطنين عمليات تأمين. ما تقوم به مكونات الوزارة هو حفاظ على الأمن، تسهيل حركة المرور، تقديم خدمات النجدة على مدار 24 ساعة، وكذلك في حالات قصف الذي استهدف المواطنين الأبرياء مثل ما حدث، تقوم هيئة السلامة الوطنية بإخماد وإطفاء الحرائق، ويقوم باقي الأجهزة بمساعدة المواطنين والمساعدة في إجلائهم وإجلاء الجرحى، وكذلك فتح محاضر جمع الاستدلالات على هذه الجرائم التي هي تصنف ضد الإنسانية. أمن السواحل كان مخصص بالكامل لمراقبة السواحل ومنع أي اختراق من الهجرة غير شرعية، سواء دخول أو التهريب. اضطرت وزارة الداخلية أنها تكلف قوة كبيرة من أمن السواحل لحماية سواحلنا وشواطئنا من تسلل المجموعات الغازية التي أرسلها الأمير الحرب حفتر لغزونا. كان فيه كلام أنهم يريدون تسلل لمصفات الزاوية وتفجيرها، وطبعا هذا عمل إرهابي شأنهم شأن القاعدة أو داعش. سوف نتعامل بكل حزم وقوة مع أي متهاون يحاول أن يهدد أمننا وسلامتنا داخل العاصمة هنا أو داخل المدن التي تتبع حكومة الوفاق، سوف نكون له بالمرصاد ولن نتهاون معه. أيضا من يرصد وهو يتعامل مع هذه القوات الغازية، قوات حفتر الغازية التي ترهبنا وتهددنا وتستخدم نفس أسلوب داعش في الإرهاب، سوف أيضا نتعامل معه بكل قوة وبكل حزم، وسوف يتعرض للملاحقة القانونية لأنه هو يتعدى على حكومة شرعية. وزارة الداخلية
تحرص على تأمين سلامة المواطن والوطن، وسوف نتعامل مع سلامة المواطن والوطن بكل حزم وكل قوة وكل ثقة، ونحن قادرين على ذلك. أقف مع جميع الأجهزة الشرطية والأمنية وكذلك الضباط والأفراد من أجل أن يقوموا بدورهم المناط بهم في حماية الأرواح والأرزاق. أنا كوزير داخلية دائما أشجع وأرفع الروح المعنوية لأفراد وضباط الشرطة لكي يقوموا بهذا دورهم، والآن أنا أحييهم على دورهم اللي قاموا به. وسوف نطور برامج وزارة الداخلية من ناحية التدريب ومن ناحية الإمكانيات، وكذلك لابد، وهذه نقطة مهمة جدا جدا وأنا أسعى عليها لكن أحب نوضحها الآن، أننا سوف نسعى بعد انتهاء هذا العدوان الغاشم مع الحكومة والدولة لرفع رواتب وزارة أعضاء وزارة الداخلية، سواء ضباط أفراد أو مدنيين يشتغلون لجميع مكونات وزارة الداخلية. ولكن بالمقابل أن من تخاذل معنا في هذا الظرف وهذه الحرب سوف يكون خارج وزارة الداخلية، وسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ولن يكون في هيئة الشرطة أبدا، لأن هذا يعتبر خان أهله وخان وطنه وخان ذمته وخان ضميره. نحب نأكد ونوضح صورة للمواطنين والكل أن الشرعية في ليبيا فقط هناك شرعية واحدة، وهي الحكومة الوفاق برئاسة السيد فايز السراج. هذه الشرعية استمدت من الاتفاق السياسي واعترف بها المجتمع الدولي في قرار مجلس الأمن، واعترفت بها جميع الدول. ما فيش، ما عندناش دولة من الدول اعترضت على حكومة الوفاق وقالت أنا لن أعترف بهذه حكومة الوفاق. وكل دولة تتعامل مع الحكومة الموازية أو مع جهة موازية تعتبر هي دولة متعدية على الشرعية الليبية ومتعدية على الليبيين. وهناك بعض الدول تدعم في مجرم الحرب حفتر بأعذار واهية، وتقول أن حفتر يريد أن يكون الجيش ويبني جيش، ولكن رأينا الجيش ده على تخوم طرابلس أنه ليس جيش، هو ميليشيات أتى حاقدا، عبوه دولة تعبية معنوية، تعبية حقد، يتكلم بجهوية، وهنا سقطت نظرية الجيش وبناء الجيش أمام الكل. ولهذا نرجع نقول أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية التي اعترف بها العالم والتي اعترف بها الليبيين، حتى وإن كانت فيه هناك معارضة في البداية من الليبيين، لكن كلهم الآن الأغلبية اعترفت، لم تبقى إلا فئة باغية قليلة جدا المتمثلة في حفتر وزمرته بدعم من بعض الدول هي التي لم تعترف به الحكومة الشرعية. وزارة الداخلية كذلك تتصل بالمجتمع الدولي ونوفر جميع الإمكانيات التي تحتاجها وزارة الداخلية، لا بل أكثر من هذا، نحن نبحث مع الدول من خلال اتصالاتنا في المرحلة القادمة بعد إنهاء هذا العدوان وتطوير علاقاتنا الأمنية وعلاقات وزارة الداخلية، وكذلك سوف نطور هذا التعاون إلى مشاريع كبيرة جدا تهم ليبيا وتهم هذه الدول، وهذا يأتي إن شاء الله في الأيام القادمة بعد انتهاء هذا العدوان الغاشم، العدوان الحاقد على مدينة طرابلس. وبحثنا مع المجتمع الدولي بعد انتهاء هذا العدوان الغاشم في كيفية تطوير وبناء القدرات الشرطية والأمنية من أجل إصلاح هذا الحدث أو إصلاح هذا الخلل الذي سبب مجرم الحرب حفتر، وكذلك لابد من الانتقال إلى خطوة أخرى متقدمة في تعاوننا الدولي الأمني من أجل بسط السيطرة الكاملة. أحب أن أوضح حقيقة أن إحنا في المنطقة الغربية دفعنا 700 روح في سرت من خيرة شبابنا لاستئصال واقتلاع داعش من سرت، التي لم يستطع أن يتقدم لها حفتر ولا فكر في التقدم، بل بالعكس فتح المجال وفتح طريق إلى داعش التي انطلقت من بغازي وأتت إلى سرت، ومن درنا كذلك، من درنا وبغازي أمام العالم كله. لقد تعاوننا مع أمريكا وبريطانيا وإيطاليا في تحالف دولي كبير جدا بالنسبة لليبيا، واستطعنا على مدى 6 أشهر من أن نقتلع الإرهاب كاملا
في منطقة سرت ومدينة سرت وضواحيها، وما بقى من الإرهاب الذي تسلى عبر الصحراء كافحناه ولازلنا نكافح بجميع أجهزتنا العسكرية والأمنية والمخابراتية. وهذا كلام يعني يشهد عليه بالذات الأمريكان، لأنهم كانوا متعاونين معنا تعاون كامل، سواء تعاون أرضي أو جوي. فمن أين يدعي حفتر أنه أراد أن يكافح الإرهاب؟ بل بالعكس، إحنا عندنا أجهزة أمنية تشتغل في طرابلس، تمد لزة في المنطقة الشرقية بمعلومات عن تحركات في داعش أو منظمات إرهابية خطيرة. يعني كانت لنا عندنا السيطرة الأمنية الكاملة هنا في طرابلس في مواجهة المنظمات الإرهابية وكذلك حتى الجريمة المنظمة. هذا الدعاء مرفوض، لا يوجد إرهاب في طرابلس ولسنا إرهابيين، فقط جريمتنا الوحيدة أننا نطلب ديمقراطية ونريد دولة ديمقراطية. سبب الفوضى الذي أحدثها الأمير الحرب حفتر وميليشياته، طبعا صار فيه ارتباك أمني، وكان عندنا استعداد أكثر وأعلننا حالة الطوارئ وتم تكثيف الجهود الأمنية أكثر حتى نمنع أي اختراق من هذه المنظمات الإرهابية، سواء كانت إرهابية أو من الجريمة المنظمة. طبعا بالتأكيد استغلت بعض المنظمات الجريمة المنظمة هذا الوضع، وأصبحت أنها هي تتحرك ببعض الحرية في المناطق النزاع وتحاول أن تعيد نشاطها في الهجرة غير شرعية، ولوحظ ذلك. ولكن من جانبنا احنا نقوم برصد هذه العمليات. ما يخص العمليات العسكرية على تخومة طرابلس، جاري الاستعدادات الكاملة بإذن الله، وفي خلال أيام لا تتعدى 3 أيام أو 4 أيام سوف يكون هناك هجوم كامل وشامل، وننتقل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وسوف ترد هذه القوات من جميع المنطقة الغربية، ولن يكون هناك وجود لقوة حفتر وميليشياته الغازية في المنطقة الغربية. وهناك مفاجآت أخرى في بعض المناطق الأخرى التي تتواجد فيها قوات حفتر. وزارة الداخلية تقوم بتنسيق دائم بين المجلس الرئاسي وكذلك وزارات المجلس الرئاسي وكذلك الغرف العمليات العسكرية. وزارة الداخلية أيضا لها اتصالات دولية بعلم المجلس الرئاسي لإيضاح الصورة والمساعدة في كيفية رد هذا العدوان. وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات ومع جميع الأجهزة والغرف الأمنية، و24 ساعة هي تشتغل وزارة الداخلية لصد ورد هذا العدوان الذي وقع على طرابلس. نطمنكم أن هذا الوضع اللي صار على تخوم طرابلس من غزو زادنا قوة وشدة وصلابة، وتحسن الوضع الأمني، وكان هذا بفضل وعزيمة رجال الأمن والشرطة والداخلية اللي كان عندهم العزيمة الكافية على التصدي لهذا الوضع والوقوف في وجه أي تهديدات أمنية أو عسكرية. نطمنكم نحن سوف نتخذ خطوات تكون أكبر حتى من السابق، وخطوات تكون سريعة جدا بفضل تضافر الجميع وخصوص رجال الأمن وضباط الشرطة وأفراد الشرطة. وزارة الداخلية تطمن أهلنا في ليبيا عامة وفي طرابلس خاصة أننا نعمل من أجل استقرار الوضع الأمني وتوفير الأمن والأمان، وأننا مستمرين في هذا العمل، ونحب نطمنهم أننا بإذن الله قادرون على تأمين، وأننا سوف نجتاز هذه الأزمة وهذا الغازي منكسر ومنهزم. ولكن اهتمامنا الأول الآن بتطوير العمل الآن الأمني، سواء في الجرائم العادية أو الجرائم المنظمة أو حتى الجرائم الإرهابية. للأسف نحن كنا نستعد للحوار وندفع باتجاه الحوار والحل السياسي، وهم كانوا يستعدون للحلول العسكرية. من أجل ماذا؟ من أجل فقط أن يكون هو رئيس، هو وعائلته وأبنائه. خلافنا فقط مع حفتر. أخوتنا في المنطقة الشرقية لن نستطيع ولن تستطيعوا بناء ليبيا إلا بنا وبكم، نحن الاثنين. أخوتنا في المنطقة الشرقية زي ما نقولوا بالليبي، اللي علينا عليكم واللي بينا بيكم،
وليبيا ما يحس بها إلا الليبي، ما فيش أي واحد من أي دولة عربية يشعر بأي مصيبة في ليبيا إلا الليبيين. المجتمع الإقليمي والعربي يتدخل في ليبيا ما دمنا إحنا كنا مفترقين، ولهذا علينا إحنا أخوتنا في المنطقة الشرقية أنتم عليكم مسؤولية وإحنا علينا مسؤولية بتجاوز هذا الحدث وهذه الأحداث، ولكن علينا أيضا أن نبعد هذا الدكتاتور الإرهابي حفتر بعيدا، لأنه لا يريد وطن، يريد فقط هو وعائلته أن يتحكم في رقاب الليبيين وأن يصنع دكتاتورية جديدة لن يكون له مكان. التاريخ يسجل، يسجل أن حفتر أرسل أولادكم هنا لكي يموتوا من أجل شيء واحد، من أجل حفتر وأولاده، ليس من أجل هدف وطني أو حماية طرابلس أو حماية ليبيا، فقط الموت من أجل أن يتمكن حفتر من حكم ليبيا. حفتر أراد بإرسال أبنائكم هنا أن يحدث شرخ اجتماعي كبير جدا، علينا التنبه لهذا الأمر، ولهذا علينا تجاوز هذه الأزمة، علينا التنبه إلى أن حفتر وأولاده لا يريدون خير لليبيا، يريدون حكم بالقوة، حكم بالسلاح، بالدكتاتورية، لا يعرفون إلا دمار وسرقة ونهب وحكم، لكن تنمية ليس هناك تنمية. أو نطمن كل الليبيين وأخوتنا في المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، بإذن الله سوف نجتاز هذه الأزمة وسوف نبدأ مباشرة في إعمار كل المدن التي تعرضت إلى دمار، ومنها بنغازي بإذن الله، وكذلك سوف نبدأ في مشروع تنمية حقيقي يكون لليبيا كلها، ولابد أن نبدأ في تحريك عجلة الاقتصاد، لابد أن نقهر الذين يريدون شر لليبيا، الداخليين لداخل ليبيا وإلى برا ليبيا. هناك للأسف فئات ليبية حاقدة مهما مدت لها يد العون والمساعدة وغفرت وسمحت، لكن في هذه اللحظات اكتشفنا أنهم حاقدون، لن نتعامل مع الحاقدون، لن يكون لهم مكان، فقط تعطى لهم حقوقهم فقط، أما أن يكونوا في مناصب حساسة أو في أوضاع في الدولة جيدة هذا لن يكون، لأن فرصة تعطى لمرة واحدة وليس لمرتين. ليبيا هي الأهم، الليبيون هم الأهم، لابد من تجاوز هذه الأحداث، ولكن تجاوز هذه الأحداث سوف يتم فقط مع أخوتنا في المنطقة الشرقية. حفتر لن يكون له مكان، حفتر أنهى نفسه بنفسه، حفتر لن يكون له وجود، سواء كان وجود سياسي أو وجود عسكري أو وجود اجتماعي معنا في الخارطة الليبية السياسية. فقط الوجود سوف يكون أو الحوار أو التفاوض مع أخوتنا في المنطقة الشرقية، وأنا نعتقد أنه لن يكون تفاوض، سوف يكون حوار بين أخوة وأخوة. خطاب الكراهية الذي قام به حفتر وعبأ به معنويا شباب، بعض من شباب المنطقة الشرقية وشباب بعض من شباب المنطقة الجنوبية وكذلك الغربية، خطاب حقد وكراهية لا يبني دولة. أنا نقول أنا بالنسبة لي نحن، وهذه قناعة راسخة، لا وجود لحفتر مستقبلا، no space no place، ما فيش وجود، وجود فقط مع أهلنا في المنطقة الشرقية والحوار والتكلم معهم، هم من يمثلون هذه المنطقة وهم من نعتقد اعتقاد كبير جدا أننا نستطيع أن نتفاهم معهم من أجل بناء هذه الدولة.